هنايا البنات بعد ما كنطلق شرائط من العجينه كنقطعهم بهاد القطع هكا دايره، كنحط مثلا هكا العقده ديال الكوكب في الوسط. ملي كتكون معايا البنت يعني كنخدموا شرائط كثارين، خاصه ملي كيكون عندنا لي كوموند بالنسبه للاعياد، اولا كيكون عندك مثلا هكا عرس اللي كتخرج فيه كونتيتي كثيره، اولا كيكون ضغط ديال المناسبات. يعني خصك تشوفي الطريقه والاستراتيجيه اللي غادي تكون سهله بالنسبه لك واللي غادي تروح لك كميه كثيره، ما غاديش تبقاي تخدمي بياسه بياسه. كيكونوا شرائط هكا طوالين كيتقطعوا دوائر كيتحطوا هاد الكرات، وكنتمو غاديين بحال هكا متابعين كيف ما تنقولوا. كل وحده كتقوم بعمل اليوم الحد لانه ما كاينينش البنات. وكنقطع هكا الحق اليوم العطله ماشي الحد، ان البنات ما تيجوش عندي غير النهار، تيجوش عندي غير نهار الحد. حنا دابا في العطله ديال شهر واحد، كنحاول انني نجمع بهذه الطريقه، نتمنى انها تكون بين الناس اللي كيشوفوا. ما نهز اي وحده غير هي تكون الوسط باش لجينا تجيني مقاده. هانتوما نتمنى انها تكون، ما عرفتش واش باينه لكم اولا. كتحاولي انها كيما كتخليش هاد الهواء اولا هاد وتتبداي كتشدي من الوسط وكتبداي تفلحي في العجينه ديالك وكتوركي عليها هكا. كندخل في العجينه ديالي مزيان ونورك. كندخل في العجينه ديالي هكا مزيان وكنورك. انا غادي نكمل الكميه ديالي اللي عندي ديال الحلوه ونعاودو نتلاقاو من بعد باش نشوفو اشنو غادي نديرو في لافينيسيون.